الوزير، يعني لمشروع مدونة الصحافة والنشر اللي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، أنتم تصفونها بالثورة الجديدة في الحق الإعلامي على الصعيد الوطني، يعني مبررات هذا الوصف؟ هي خطوة متقدمة بالنظر إلى أنها جسدت ترجمة لأحكام الدستور الجديد، جسدت ترجمة للالتزامات الدولية للمغرب، جسدت استجابة للعديد من انتظارات المهنيين، وجسدت أيضا خطوة لاستيعاب تحولات التكنولوجيا والرقمية. كيف ذلك؟ مع هذه المدونة تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر. 26 عقوبة حبسية ألغيت وعوضت بعقوبات مالية معتدلة، إلا من استثناءات محدودة، 4 أو 5 استثناءات ترتبط بقضايا سيادية أو ترتبط بالتزامات الدولية للمغرب، خاصة ما يتعلق بالتمييز العنصري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الاختصاصات التي كانت بيد الإدارة ممتلة في وزارة الاتصال أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل والحريات أو غيرها نقلت إلى القضاء. النيابة العامة لم تعد تحت مسؤولية وزير العدل والحريات بعد المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس على السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء. اختصاص منح بطاقة الصحافة الذي كان بيد وزارة الاتصال ألغي. صادق الآن البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. اختصاص سحب البطاقة الذي كان اختصاص بيد الإدارة يعني غير مقيد تقريبا، يعني الآن أصبح إما بيد القضاء وبشروط أو بيد المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة. حجز الصحف أو توقيفها، حجب المواقع الإلكترونية أصبح بيد القضاء وليس بيد الإدارة. الآن بقرار من وزير الاتصال أو وزير الداخلية، بقرار إداري، يمكن الحجب أو يمكن الحجز. بمعنى نحن إزاء مرحلة جديدة تؤسس لها المدونة. أذكر في سنة 2007 كانت هناك 5 إشكاليات أو 6 إشكاليات مطروحة من قبل المهنيين والناشرين، مثلا قضية حق الصحفي في تقديم أدلته طيلة مراحل التقاضي. كان في السابق أجل 15 يوم، بعد ذلك يسقط حقه في الإثبات، وهذا لا ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة. الآن أصبح من حقه تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي. ثانيا، كان الصحفي معرض للمحاكمة في نفس الوقت في مختلف المناطق التي توزع فيها الجريدة، بمعنى محاكمات متعددة على نفس الجريمة في كل. الآن إما في المدينة التي تصدر فيها الجريدة أو في المدينة التي يوجد فيها المشتكي. كان صحفي ناشر خاصة مهدد بعقوبة حبسية في حالة العود، أي غير مسموح له بأن يكرر الخطأ طيلة 5 سنوات وإلا يعاقب بعقوبة حبسية. والناشر لأنه ناشر معرض أكثر، لماذا؟ لأن عنده صحفي أول أخطأ، صحفي ثاني أخطأ، فهو يعد في حالة عود، أي أنه ارتكب الخطأ مرة ثانية. ألغيت هذه القضية. كان عندنا قضية تجريم المفضي إلى السجن في قضايا القذف بين الأفراد، والقذف هو ادعاء واقعة، مثلا شخص اختلس 300 مليون من ميزانية جماعة ما أو هيئة أو مؤسسة. هذا الأمر، هذا ادعاء هذه الواقعة بين الأفراد، كان يفضي إلى عقوبة حبسية. اليوم الغرامة المقررة تمتد من 10 إلى 100 ألف درهم بحكم الفصل 84 من مشروع القانون. هل تعتقدون سيد الوزير ان هذه المقتضيات يعني كفيله بالحد من الفوضى اللي كيعرفها القطاع يعني راهي؟ نعم، لان هنالك الان مجلس وطني للصحافه يقوم باقرار احترام اخلاقيه المهنه، ويتم اللجوء اليه من اجل الوساطه والتحكيم في النزاعات المرتبطه بقضايا الصحافه. واذا ما تم اللجوء اليه وتم الاتفاق على تحكيم بين الطرفين لا يمكن لجوء الطعن في حالة الدعوة التأديبية. إذن هذا الأمر.
الأمر الثاني وجد مهم في قناعتي، وهو تقليل الولوج إلى المهنة. الآن يشترط وجود مؤهل جامعي أو الخضوع لبرنامج في التكوين، شيء غير لم يكن. أيضا من مستجدات المدونة إقرار الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط العمل والاشتغال، وهذا مستجد مهم. المشروع لله الحمد في مجلس مستشارين مر بالإجماع الجزء الأول والثاني، الجزء الثالث الآن بدأت المناقشة المتعلقة، تم تقديمه في أفق انطلاق المناقشة قريبا. في مجلس النواب لم يمر بأي صوت معارض، كان إما ممتنعين قلة أو مؤيدين، وهذا يعكس إرادتنا في أن ينتج هذا الإصلاح عن حوار. ولهذا حتى الملاحظات التي ما زالت تطار في المشاريع التي ما زالت بيد البرلمان نتعاطى معها بإيجابية، لأن الغرض ما هو؟ هو استيعاب أكبر قدر ممكن من الملاحظات، باستثناء الملاحظات التي يعني لا يسمح بها الدستور من قبيل الحماية القانونية للأطفال والقاصرين وأن الدولة ملزمة بذلك، أو من قبيل تشديد تمييز العقوبة في التمييز العنصري، أو من قبيل الحق في اللجوء إلى القضاء لأنه حق مكفول لكل المواطنين، أو من قبيل المساواة أمام القانون، أو التزامات جاءت في اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب مثل الاتفاقيات المتعلقة بالطفل وحمايته بخصوص مضامين إشهارية، أو الالتزامات المرتبطة بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا المشروع يشكل ترجمة أيضا لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولهذا هذا القانون أو هذا المشروع كما يحمي حرية الصحافة ويوسع منها ويجعل المجلس الوطني للصحافة مجلس منتخب ويرصد ضمانات الحرية كما يفعل ذلك، يضمن أيضا حقوق الأفراد والمجتمع ويعمل على صيانة وحماية توابيت الأمة كما هو منصوص عليها في الدستور. وهنا لا بد من الإشارة، في السابق ماذا كان عندنا؟ كان صحفي يمكن يتحكم بقانون الصحافة وفيه هذا الكم العقوبات الحبسية، كان قانون جنائي بريم، وكان ممكن أيضا أن يحاكم بقانون الجنائي. أما فيما يتعلق بقانون الصحفي النظام الأساسي الصحفي المهني، فالإدارة لم تكن ملزمة باللجوء إلى القضاء، كان يمكن أن تسحب البطاقة بدون لجوء إلى القضاء، كان يمكن أن يعني تتخذ قرارات في حق الصحفي بدون لجوء إلى القضاء. اليوم النظام الأساسي الصحفي المهني ينص على أن سحب البطاقة لا يمكن أن يكون إلا من طرف المجلس أو من طرف القضاء، أما الإدارة لم يعد في إمكانها ذلك. نفس الأمر كان عندنا قضية سحب بطاقة الصحافة لمدة سنة، تقدم الناشرون بمقترح أن بملاحظة في دجنبر الماضي أن يقع التنصيص على ذلك على مدة أقصاها سنة، وجرت الاستجابة لذلك حتى لا يكون وجوبا الحكم بسنة من طرف المجلس. نفس الأمر يتعلق مثلا بالعقوبة المالية، تم وضع سقف اللي هو لا يتجاوز ذلك 3 سنوات من الدعم العمومي الموجه بالنسبة للمقاولة الصحفية، وهو قرار خاضع للطعن أمام القضاء، ولكنه قضاء الزملاء ليس عقوبة من الدولة أو الإدارة. وحتى عندما أثيرت قضية مندوب الحكومة في المجلس كان موقفنا واضح، إن ذلك لا يمس باستقلالية المجلس كما هو معرف عند الأمم المتحدة التي أصدرت قرار الجمعية العامة الذي يقول أن وجود مندوب للإدارة في
هذه المؤسسات إذا كان بصفة استشارية فلا يمس بالاستقلالية، بمعنى أن الأمور التي لم يقع الأخذ بها إما أن الدستور لا يسمح لنا بالأخذ بها، إما أن الالتزامات الدولية لا تسمح لنا بالأخذ بها، أو أن الالتزامات الدولية لا تعارضها بل بالعكس تفسرها. أثيرت قضية الإكراه البدني أن الصحفي سيكون مهدد بالسجن في حالة عجزه عن الأداء. الفصلين 635 و636 من قانون المسطرة الجنائية واضح، في حالة العجز عن أداء الغرامة أو التعويضات لا يطبق الإكراه البدني. هذا المعطل، هذا الفصل 635 من المسطرة الجنائية. في حالة جرائم سياسية لا يطبق الإكراه البدني إطلاقا، وهذا منصوص عليه. ولهذا القول بأن الصحفي رغم إلغاء العقوبة الحبسية سيكون معرض لها عن طريق الإكراه البدني، قانون صريح في مادتيه 635 و636، في حالة العجز لا يطبق الإكراه البدني، العجز عن الأداء الغرامة أو التعويض. أثيرت قضية أخرى وأعتقد أنها معقولة تتعلق بتعويضات في قضايا القذف، وأن يكون هنالك سقف أو معايير، ونحن في هذا الأمر منفتحون لأنه مسألة تبقى يعني مسألة إيجابية، خاصة أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع نص عليها.